العربية السعودية، وأشكر لكم تلبية الدعوة لهذه القمة الطارئة والتي تنعقد في ظل تحديات مباشرة تهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. ولقد استطعنا في الماضي تجاوز العديد من التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار، وكذلك الحفاظ على المكتسبات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. وسنعمل معا بحول الله لمواجهة كافة التحديات والتهديدات بعزم وحل. إخواني أصحاب الجاه والسمو، إن ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطوير برامج النووية والصاروخية وتهديد الحياة الملاحة العالمية بما يهدد امدادات النفط للعالم، جعل تحديا سافرا لمواثيق مبادئ وقوانين الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن الدوليين. كما أن ندعم الإرهاب عبر 4 عقود وتهديد بالأمن والاستقرار يهدف لتوسيع النفوذ والهيمنة، وعمل ترفضه الأعراف والمواثيق الدولية. إن الأعمال الإجرامية التي حدثت في مؤخرا باستهداف أحد أهم طرق التجارة العالمية بعمل تخريبي طال 4 ناقلات تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك استهداف محطة ضخ للنفط وعدد من المنشآت الحيوية في المملكة، تستدعي منا جميعا العمل بشكل جاد للحفاظ على أمن مكتسبات دول مجلس التعاون. إخواني أصحاب الجاه والسمو، إن المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتجنيبها ويلات الحروب وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. وستظل يد المملكة دائما ممدودة للسلام، وسوف تستمر بالعمل في دعم كافة الجهود للحفاظ على أمن واستقرار والاستقرار في المنطقة. والختام، إنه لابد من الإشارة لأن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الأنشطة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة وما قالوا للتمالي في ذلك والتصعيد بشكل الذي نراه اليوم. ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أزاء ما تشكل الممارسات الإيرانية من تهديد الأمن والسلم للدوليين، واستخدام كافة الوسائل لوقف النظام الإيراني من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعاية الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، والتوقف عن تهديد حدود الملاحة في المناطق الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة للمعالي الأمين. شكرا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بداية أصحاب الجلالة والسمو أن أرفع إلى مقامكم السامي يحفظكم الله وإلى مواطني دول المجلس الكرام أصدق مشاعر التهاني والتبريكات بمناسبة مرور الذكرى 38 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا الصرح الشامخ الذي وضع القادة المؤسسون لبناته المباركة في 25 من شهر مايو عام 1981 تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية
والروابط المتينة والمصالح المشتركة التي تجمع بين دوله ومواطنيها، رغبة في الحفاظ على أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات أبنائها لمزيد من التقدم والتطور والازدهار. كما يطيب لي أن أشيد بانعقاد هذه القمة الخليجية الطارئة في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الفضيل، وفي مدينة مكة المكرمة مهبط الوحي وقبلة 1.5 مليار مسلم في أرجاء العالم، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، الذي يبرهن بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة، نواياه المخلصة وحرصه المعهود على المصالح العليا لمجلس التعاون ودوله ومواطنيها الكرام. ولا يسعني أصحاب الجلالة والسمو في هذا المقام إلا أن أحيي حرصكم الدائم وسعيكم الحثيث ونواياكم الصادقة في الحفاظ على مسيرة مجلس التعاون وتعميق روابطها وتكثيف تعاونها، سعيا منكم رعاكم الله لأن يظل مجلس التعاون كيانا متماسكا راسخا قادرا على مواجهة كافة التحديات بثقة كبيرة وإرادة ثابتة وعزيمة لا تلين. خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الجلالة والسمو، تنعقد هذه القمة المباركة لمجلسكم الموقر في ظل وضع إقليمي بالغ الحساسية والتعقيد، ينبئ بمخاطر جسيمة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون اليقظة والحيطة والحذرة والاستعداد ومزيدا من التكاتف والتعاطف للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مكتسباتها وإنجازاتها ومصالحها. وما تواجدكم اليوم في هذا اللقاء المهم على هذه الأرض المباركة إلا تأكيدا على حرصكم على وحدة الصف الخليجي وعزمكم الثابت على تحقيق الأمن الجماعي الشامل لهذه المنظومة الخيرة في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وما شهدته المنطقة من تهديدات وأعمال عدائية إرهابية مؤخرا تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط من خلال الأعمال التخريبية للسفن التجارية المدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطتي ضخ للنفط في المملكة العربية السعودية، وإطلاق الصواريخ البالستية على الأماكن المقدسة والمناطق المدنية في المملكة. ومن أجل ذلك كله جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمة الطارئة لتدارس الوضع المعقد الذي تعيشه المنطقة والتحديات التي تواجهها، واتخاذ موقف جاد وفاعل يكفل الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية التي تكتسب أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي المهم لحركة التجارة الدولية ودورها البارز في تأمين إمدادات الطاقة لدول العالم ونموها الاقتصادي والاستثماري المتواصل ومكانتها الإقليمية والدولية المتميزة. أسأل الله العلي القدير في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم أن ينعم عليكم أصحاب الجلالة والسمو بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يبارك جهودكم ويمدكم بعونه ويكلل سبحانه أعمال هذه القمة المباركة بقرارات بناءة تعكس وحدة الموقف والمصير الواحد، ويديم على دولنا ومواطنيها الكرام نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذنكم يا خادم الحرمين الشريفين أن تكون الجلسة مغلقة. شكرا للمصورين.